أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أهمية البناء على عراقة شركة طيران الخليج وعلامتها التجارية، ذلك بمواصلة تطوير خدماتها بصورة متميزة وتنافسية تضع رضا المسافر وراحته هدفا محوريا تنطلق منه نحو آفاق أرحب من النجاح والنمو. ولدى لقاء سموه في قصر القضيبية اليوم مع مجلس إدارة شركة طيران الخليج برئاسة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، أشار سموه إلى أن التركيز على مواصلة جهود تطوير القطاع اللوجستي كونه أحد القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية يتطلب تكامل هذه الجهود لتشمل كل مكونات هذا القطاع الحيوي وتعزز إسهاماتها في دعم الاقتصاد، ومن أبرزها مجال النقل الجوي الذي تعتبر الناقلة الوطنية شركة طيران الخليج من أهم أوجهه، ليجسد ذلك حجم الجهود والبرامج التي تهدف لتعظيم مردود القطاع اللوجستي وإمكانات الفرص فيه. ونوه سموه بالكفاءات الوطنية في شركة طيران الخليج مشيرا إلى أنه من الضروري الاهتمام بمواصلة تطوير إمكانات الكفاءات في الشركة بما يتوازى مع حجم الطموح والإنجاز، ويعزز من رفع تنافسية طيران الخليج على المستوى الإقليمي لربط مملكة البحرين بالمنطقة والعالم. وقال سموه إنه سيتم دعم جهود مواصلة القائمين على الشركة في العمل وفق أسس الاستدامة والتنافسية للدفع نحو المزيد من المخرجات على مختلف المستويات والاستفادة من الاتفاقيات التي تم إبرامها للإسهام في توفير تجربة متميزة للمسافرين على متن رحلتها. من جانبه أعرب مجلس إدارة شركة طيران الخليج عن الشكر والتقدير لما يلقاه عمل الشركة من دعم ومساندة لتبلغ مستوى أعلى من التميز بما يدعم موقعها ويعزز إسهامها في الاقتصاد الوطني. كما أطلع المجلس سموه على الخطط والبرامج التي تعمل عليها الشركة في المرحلة المقبلة.